انت ليه احيانا بتنفعل وترد على ناس؟ يعني انت عاجبني قوي هدوءك، طريقتك، كلامك على جمهور الزمالك، كلامك على زملاتك في الزمالك، لكنه الاقي امام عاشور نيجيري ولا مش نيجيري، تطلع ترد على حد انتقدك مع انه طبيعتك مش كده وشكلك مش كده. بتحس ان انت ساعات بتستعجل، بتبقى ردود فعلك شوية فيها شوية استعجال؟ يمكن يا كابتن ممكن ابقى معاك في الحته دي. انا معاك في الحته دي، بس يا كابتن في اوقات الواحد من كتر الضغوطات او من كتر الناس بتقول عليك حاجات ما بتحصلش مش فيك. او مش فيا، فبيجي لك وقت بترد ماشي. بس انا يا كابتن لما يعني انت لو شفت لي اي تصريح او اي حاجه، انا برد بعد ما باخد بطوله، ما بردش على حد بس هو الرد بيبقى بالبطولة، يا كابتن، والرد بيبقى بتألقك والرد بيبقى في الملعب بقى. ونجوميتك والجمهور اللي بيعمله معاك. طبعا ما انا بقول لك ببطولة، بالظبط يعني ملعب. بالظبط يا كابتن. نعم. بس انا يا كابتن يمكن الفتره الاخيره دي تعرضت لضغوطات كبيره قوي قوي. يمكن انا لو كنت ركزت معاها او مشيت اتجاهها، انا يعني ما كنت زمان دلوقتي مع النادي الاهلي باخد بطولات او موجود في النادي الاهلي. ضغوطات صعبة. جدا يعني الواحد بيمر بضغوطات يا كابتن. هو الحمد لله على الاول، في الحمد لله يعني على كل حاجه. بس انا بعرف اطلع نفسي من الحاجات دي يا كابتن. 6 بطولات اللي انت خدتهم في سنة وشهر، لسه يا مش كابتن ان كده؟ شاء الله لسه كمان ان شاء بإذن الله. الله. دول كانوا اكبر رد على كل الناس اللي اساؤوا لك؟ مش كده يا كابتن، يعني انا بص مش مركزش مع حد والله خالص يا كابتن، غير لما بلاقي حد مثلا بيقول حاجه بره الكوره. يعني انا يا عم انتقدني، تعال عليا، اغلط فيا، اعمل اللي انت عايزه، بس كلاعب كورة ما تدخلش اهلي، ما تدخلش كلنا بنتضايق مراتي، لما حد ما بيجيب. تدخلش اي حد. يعني نعم. انا عايز توجهني انا حاجه وجهها لي، ما اي حد تاني من اهلي لا، انا هقف لك. نعم. انا لا، ما انا دي شخصيتي. الأهل ده ممنوع، لا ما هو الأسرة يا ممنوعة، كابتن، لا انا الأسرة ممنوع إن حد يتكلم على يا الأسرة. كابتن انا نعم. مش قصدي ان يعني ده بيسيء، لان يعني هعمل حاجه ضد مثلا ايه لوائح النادي الاهلي، لا خالص. لا لا لا، ده انا بتكلم على الناس، ايوه يعني اللي حد بالظبط، يجي يجيب سيره اسرتك ده ممنوع ايوه تماما. ايوه لا كابتن. لا لا انا من النوع ده، يعني انا ما بحبش حد مثلا يجيب في سيره والدتي. ليه؟ نعم. ليه تجيب في سيره والدتي؟ هات في سيرتي، اشتمني، يعني عايز تغلط فيا اغلط فيا انا، خلي كل حاجه للامام، لكن ما تدخلش حد تاني في الموضوع. نعم. الفتره الاخيره يا كابتن انا كنت برد، ولا كنت برد ليه يا كابتن؟ انا تعرضت لضغوطات كتير قوي. انا عندي نوتة على الموبايل انا بكتب فيها كل حاجة بتتكلم بجد؟ والله يا كابتن، هبقى اوريها لحضرتك. بكتب على النوتة كل حاجة، يعني اي حاجة بشوفها. انا كنت يا كابتن الاول كنت بشوف، كنت ادخل اشوف وادور اشوف الناس بتقول عليا ايه. دخلت يا كابتن على النوتة، لو دخلت على النوتة عندي انا في حاجات كاتبها من 2021 والله. الناس اتكلمت عليا والحمد لله انا لما باجي ارد برد في الملعب. انت بتكتب اللي الناس اللي بتنتقدك. بالظبط، الناس اللي بتقول عليا، يعني حد طلع قال عليا كذا كذا تصريح، ف ده بيديني دافع. نعم. بالعكس هو ما بيخليني، ما بيقللش مني، اصل مش كلمتك هي اللي تقلل مني، اللي بيتكلم عليا. نعم. فالحمد لله انا بعرف ارد على الناس دي في الملعب. اكتر نقد ضايقك؟ اكتر لما حد بيجيب سيرة اهلي. الأسرة. لكن في الكورة؟ في الكورة لا، مفيش حاجة بتضايقني في الكورة، بس أنا بعرف آخد حقي، أنا بعرف آخد حقي في الملعب. ازاي؟ يعني لو انتقدتني هعرف أجيب جون، هعرف أبقى كويس غصب عنك، يعني اللي بينتقدني ده أنا هعرف أبقى كويس. جون.